طيب شيخ محمد، يعني نحن نعلم قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، يعني ومن هذا المنطلق من تشدق بهذا العلم وجعله هو القائد وهو المنقذ وهو يعني الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى ما يريد، كيف ترد زعم هؤلاء وكيف يعني يظهر نقص هؤلاء وعجزهم في هذه المسألة؟ الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بصفات تدل على النقص والجهل، يعني بالإضافة للضعف الذي ذكرته قضية وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، يعني جهولا بأمر الله وما احتمل من الأمانة، ظلوما لنفسه كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من الضلال. قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا لا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه، وإن أراد الله به خيرا علمه ما ينفعه فخرج عن الجهل ونفعه بما علمه. وما أوتيت من علم إلا قليلا، يعني الإنسان لابد أن يعرف محدودية عقله وفكره وإمكاناته. ما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، والله عز وجل ما ملك العالم كل المعلومات، ما ملك الناس، يعني لا يحيطون حتى بالدنيا. طيب شيخ محمد، يعني كيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ هو هذا، يعني لما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني لا يعلمون الباطن، ثم قال ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني ليس كل الظاهر، ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك أكثر الناس لو تأملنا حالهم ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها، حذاق أذكياء في تحصيلها ومكاسبها والمعايش والتجارة والغرس والزرع والبناء والاستثمار، لكن غافلون عن الآخرة، ساهون، جاهلون، لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. سبحان الله، كأن أحدهم قد تبلد عقله إلا على هذه الدنيا، ما يرى بالبصيرة، يرى بالبصر فقط. قال ابن عباس: يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ، وهو لا يحسن يصلي، في أحكام الطهارة فاشل، في الصلاة فاشل، في أحكام البيوع جاهل، وبس قضية قام قضية أجهزة وآلات وأشياء، دوام وروح وتعال ووظائف وأعمال فقط. يعني ولذلك يعني يجب على الإنسان المسلم أن يجعل ما أعطاه الله من علوم الدنيوية وسيلة تقوده إلى تعظيم الله ويعبده ويشكره ولا يغتر ولا يتجبر. ولعل في هذا رسالة شيخ محمد، يعني للمسلمين عامة بتعلم أمور الدين، وبالأخص ما هو من الضرورة بتعلمه من هذا الدين. والحقيقة يعني حال المسلمين يرثى له في مثل هذه المسألة، يعني ونشاهد في الحج ما يحصل من يعني مخالفات، وما يحصل أو ما يظهر فعلا من جهل المسلمين بمثل هذه الأمور، رغم أنه ركن من أركان هذا الدين. لعلنا شيخ محمد يعني نقف عند هذا الحد في فاصل قصير، ثم نعود لاستكمال حديثنا، فنستأذنك في فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى، فجوال زاد رفيق السرى. تكسب الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، على ضوء ما مر من الحديث، لو سأل سائل قال يعني ما نرى اليوم من هذا التطور ومن هذا الحضارة التي نعيشها في عصرنا هذا، يدل على سعي الإنسان إلى الإنجاز العلمي وإلى يعني تقديم هذه الخدمات للبشرية بشكل عام، فكيف تقولون بعجز ونقص هذا الإنسان؟ يعني هذه قضية الإخفاقات
والنتائج المعكوسة والطرق المسدودة تبين ضعف الإنسان. كم من مجال حاولت فيه البشرية تصل إلى كمال فعجزت؟ يقول أحد مفكري أرنست إن كل الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية قد باءت بالفشل والخذلان الكبير. ويعني أحياناً إجابات بعضهم حتى من كانوا قديماً في بعض المجالات العلمية الدنيوية، نعم، سئل بعض الفلكيين كم عدد نجوم السماء؟ قال 50,000. قيل له وكيف عرفت وأنت في بغداد والسماء محيطة بالأرض كلها؟ فأفحم ولم يجب. يعني أشياء واضحة. طيب لعلنا شيخ محمد يعني نقف مع بعض الآيات الكونية التي يعني يرسلها الله عز وجل أو يريها الله عز وجل لبني البشر يعني حتى يظهر أو حتى يعني فعلا يعترفهم بهذا العجز وهذا النقص. يعني هو لو أنهم سبحان الله يعني أرادوا أن يصلوا إلى الحق الله يريهم آيات، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. نعم. وفي ملكوت السماوات والأرض آيات، لكن طغيان. يعني مثلا هذا مكوك الفضاء الذي سبق أن صعد تشالنجر، تشالنجر قيل مكتوب عليه تشالنجر تو قد، يعني المتحدي لله. طيب لما أطلقوه مع 1986 فجر في الجو بعد إطلاقه ب 73 ثانية وتسبب في مقتل رواده السبعة بعد أن مكثوا مدة طويلة في إعدادهم وصناعة ذلك المكوك. لكن تأدبوا في التسمية هذه المرة، فلما أطلقوا الذي بعده سموه ديسكفري، كان تشالنجر المتحدي صار ديسكفري المكتشف. وفي 14/7/2002 أمضى العلماء اليابانيون 6 أشهر لإطلاق ما اسموه الجيل القادم من طائرات نفاثة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. أطلق نموذج الطائرة محمولا على صاروخ، إلا أنه سقط بعد ارتفاع الأرض ب100 متر لينفجر، تفشل العملية. سقوط الطائرات في تذكير البشر بأنه مهما بلغوا من التقدم والتطور حصلوا من أسباب القوة، الله أقوى منهم أكثر منهم، ومقترعاتهم فيها نقص، قدراتهم فيها ضعف، ولا ينجيهم إلا الله. ولذلك يعني لابد أن يعودوا إلى الله. من الأحداث العظيمة التي تؤكد يعني عجز الإنسان حادث غرق سفينة تايتانيك في عام 1912. نعم. في أول رحلة قامت بها من إنجلترا إلى أمريكا، هذه السفينة العملاقة التي صممت تصميما فريدا وكانت أضخم سفينة ركاب في ذلك الوقت، وزعموا استحالة غرقها، بل سموها السفينة التي لا تعرف الغرق أو عملاق المحيطات. بل بلغ الغرور بعضهم أن قال حتى الله لا يستطيع إغراق هذه السفينة، تعالى الله عن قول علوا كبيرة. فغرقت، وغرق على متنها ما يقرب من 2000 شخص في أول رحلة في هذا التاريخ سجلة الحديث. إذن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.